مواليد جدد ترى النور كل يوم هنا بمستشفى الليمون بالرباط وبجل مستشفيات دول العالم. مواليد ترفع عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة بحسب تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة، ارتفاع تعزيه إلى التقدم في مجال الصحة الذي أدى إلى إطالة العمر وخفض أعداد وفيات الأمهات والأطفال. Aujourd'hui, on célèbre le passage de la population mondiale. نحتفل اليوم بحدث تاريخي وهو بلوغ عدد السكان العالم 8 مليارات نسمة فوق سطح الأرض، وكذلك نحتفي رفقة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب8 ملايير رضيع هنا بمستشفى الليمون بالرباط وكذلك بمستشفيات أخرى للولادة بالمغرب. أنا اليوم فرحانة اللي تزدت فيه بنتي في هذا النهار، هذا دخلوا لي هاد الناس عطوني هاد الكادو، فرحانة بزاف، مبادرة زوينة من عندهم والحمد لله ملي تفكتي بخير وعلى خير. وتزامنا مع هذه المناسبة، صندوق الأمم المتحدة للسكان بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب يطلقان حملة 8 ملايير فرد التي تدعو إلى تمكين الجميع من خلال الحقوق والاختيارات في سبيل تحقيق مجتمعات أكثر عدلا وازدهارا واستدامة. العالم قد وصل إلى عدد عدد سكانه إلى 8 ملايير، هذا الإعلان كان من الواجب أنه يكون إعلان لحدث مهم ومفرح لأن الإنسانية تتسع، ولكن عندما نرى ما هو ما يعانيه الساكنة في الساكنة ديال المعمور من مشاكل في بحكم أن الثروة والساكنة ليست موزعة بكيفية منتظمة. بلوغ عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة حسب تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة مئات الآلاف من السنين، يتوقع اليوم أن يزيد عن 9 مليارات نسمة مع حلول عام 2050.